حوالي الساعة 4:10 باستديوهات إذاعة صوت بيروت ولبنان الواحد. لكم منا أطيب وأصدق التحيات مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا عم تسمعونا في بيروت وفي كل المناطق اللبنانية، ودائما عبر أثير الموجة 96.5 FM. حلقة جديدة من برنامج على الموعد مثل كل يوم سبت. طبعا منترافق نحن وياكم لمدة ساعة من الوقت من هلأ ولغاية الساعة 5 المساء، أكيد مع ضيوف جداد مميزين. لكم أطيب التحيات من الزميل مصطفى زغلول على الهندسة الصوتية، ومن علاء الصديق عبر الميكروفون. أكيد مستمعينا فيكم تسمعونا أيضا عبر التطبيق الخاص صوت بيروت على كل الهواتف الذكية، وطبعا عبر الموقع الإلكتروني vob.com أو صوتبيروت.net. مستمعينا الكرام، اليوم حلقة مميزة لأنه ضيفنا مميز، ضيفنا فنان صاحب رسالة، وهو هالشي اللي بيميزه يمكن عن بقية الفنانين الموجودين على الساحة الفنية، لأنه بيحمل قضية مجتمع وبيحمل رسالة حضارة ومجتمع ولغة يمكن، وطبعا عنده رسالة المجتمع المردلي العربي. هو رئيس الجمعية المردلية العربية اللبنانية، كاتب ملحن وفنان. طبعا هو للرقي عنوان، والرقي يتجلى بالأغنيات اللي بيأديها وبصوته اللي طبعا هو عنده إحساس عالي جدا، وخاصة بالأغاني المردلية. من العام 1986 وهو يخوض غمار الفن، ولغاية الآن بعده مستمر وبرصيده وأرشيفه عشرات من الأغنيات والألحان. بيسعدنا أن نرحب بإذاعة صوت بيروت وببرنامج على الموعد بالفنان المردلي العربي اللبناني منير حسن. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، على يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك، بشرفنا حضورك اليوم ببرنامج على الموعد. شكرا. ضيف عزيز علينا وعلى الإذاعة. تسلم، مرسي كتير لك. أهلا وسهلا فيك. طبعا قلت أنا ببداية المقدمة أنه أنت رئيس الجمعية المردلية العربية اللبنانية. خلينا نبلش حديثنا من هون قبل ما فوت نحن وياك بالفن وبالأغاني وبالألحان. نعرف المستمعين اللي أول مرة بيسمعوا عن هذا المجتمع، يمكن البعض سيتفاجأ أنه يمكن بلبنان في عنا ناس مردليين. مش أول مرة عبر صوت بيروت، يمكن أول مرة، صوت يمكن بيروت أول مرة، ولكن نحن ما تركنا وسيلة إعلامية تعتب علينا مرئي مسموع مكتوب. أرجينا هذا اللون وهذه الثقافة وهذا التاريخ المجتمع لناس كتير يعني، وبعدنا عم نخوض المعركة لتثبيت حضورنا على الساحة العربية وعلى الساحة اللبنانية، نحن لأنه نفتخر بمجتمعنا المردلي العربي اللي هو عربي وله ثقافة وله تاريخ وله حضارة عربية جميلة. لمشان هيك نحن سميناه المجتمع المردلي العربي اللبناني، تسمية بالمدينة التاريخية بالشرق الجنوبي لتركيا، مدينة اسمها ماردين. نعم. هيدي المدينة تسمى نحن سمينا الجمعية المردلي تسمية بهالمدينة، لأنه هالمدينة فيها من كل الأطياف، من شو بدك أطياف، أتراك، عرب، كرد، أشوريين، سريان، أرمن، شو ما بدك. وهذه هذا المجتمع المردلي العربي اللي نحن منه، اللي عم نقول عنه في له ضيع وقرى لا تعد ولا تحصى، مش حسمي كتير مشان ما نعمل مشكل. وبعدنا عم نجاهد وعم نكافح لأنه نحن نفتخر بتاريخنا العربي وبقوميتنا العربية، ونفتخر إننا عرب ولا نقبل أن يطلق علينا إلا عرب. نعم. كيف انتشروا بلبنان وبمختلف دول العالم؟ بتعرف علاء، بالحرب العالمية الأولى والثانية، بحثاً عن لقمة العيش وهرباً من الحروب، هناك هيدا المجتمع هاجر يعني من الحروب. تعرف اللي اجا استقر بسوريا، استوطن بسوريا، اللي اجا على لبنان، اللي راح على العراق، اللي راح على تونس، اللي راح على المغرب، اللي راح على البلاد الأوروبية، اللي اجا على لبنان. هيدا المجتمع انتشر، ولكن بالزمانات كان في شوية تقصير من هذا المجتمع. هل هو كان يعني
عدم ثقافة كاملة لهذا المجتمع أو القدرة أو الحروب اللي مرت عليهم ما استطاعوا يثبتوا وجودهم أكثر ويثبتوا وجود تاريخهم أكثر. نعم. للأسف ببعض البلدان من ضمنهم لبنان بلش يطلق عليهم اسم غير المجتمع المرتلي أو المجتمع المحلم العربي، عرفت علي كيف؟ نحن ما تأسست الجمعية المردلية إلا حفاظا على تاريخ هذا المجتمع وتبيان هذا المجتمع أنه مين هو. نعم. شو هويته. نفتخر نرجع لأقول لك أنه هذا المجتمع هوية عربية بامتياز لغته، لغة الضاد، اللغة الفصحى العربية. نعم. غناء عربي، تاريخ عربي مشرف. يمكن عم بتشدد على هذا الموضوع أنه اللغة العربية هي لغتهم، لأنه في لغة يمكن عند البعض يظنون أنه هذا المجتمع هو يعني كمان من الأكراد. نحن هناك بيننا وبين الأكراد عايش مشترك بالمنطقة فوق بمدينة ماردين. يعني ماردين اليوم فيها قرى عربية كتير من ضمن المجتمع المردلي العربي أو عرب ماردين أو المجتمع المحلمي أو الراجدية أو المخاشنية أو يعني أو المنيزل أو معسرتي أو أبشي أو شورزبح أو وإلى آخره. شو بدي أقول لك يعني أولاد عموم، يعني قرايب أولاد عمومي هذه الضيعة. نحن اليوم الشعب الكردي شعب عريق وله تاريخ وله حضارته وله ثقافته وله تاريخه وله قوميته. نحن كمجتمع عربي من هذه المنطقة لنا تاريخ عربي ولنا قومية هي القومية العربية. مشان هيك نحن حابين نضوي على هذا، على هذا المجتمع، على هذه الضيعة، على هذه القرى الموجودة بلبنان وغير غير لبنان، انه هذه الضيع وهذا المجتمع هو عربي بامتياز وقوميته وهويته عربية. نعم. بكل فخر. خبرنا عن المردليين اللبنانيين، قديش عددهم وين موجودين بمختلف المناطق اللبنانية؟ موجودين بلبنان بالبقاع، بالشمال في شريحة كبيرة، ببيروت، بصيدا، في بكل بيروت وين ما بدك يتواجدون، بزاق البلاط، بعيل المريسة، بطريق جديدة، بالبسطة، بفردان، بعيش بكار، برج أبو حيدر، وين بكل لبنان. نعم. بكل لبنان وهم جزء لا يتجزأ من لبنان ومن المجتمع اللبناني. يعني نحن مش عم نقول انه نحن خارج نطاق المجتمع اللبناني، لا، نحن منخرطين بالمجتمع اللبناني وبثقافة المجتمع اللبناني وتاريخ المجتمع اللبناني وعادات المجتمع اللبناني وتقاليده. اليوم نحن يعني لبنان اولا عندكم؟ اكيد نحن لبنان قلوا علينا كتير، نحن شربنا من مية لبنان علاء، ونحن مش من نوع اللي بنشرب مية من البير ونكب حجر فيه. نحن نحفظ لبنان وما قدموا لنا لبنان، ونحن نحمل جنسية لبنانية ونفتخر بالهوية اللبنانية. لو كان تركيا بلدنا الأم، ولكن نحن كتير من هذا المجتمع اللي احنا عم نقول عنه تعايش وترعرع في لبنان أو خارج لبنان، بالأخص أنه في منهم هاجروا على أوروبا وصاروا موجودين بأوروبا كتير. يعني تركيا هي أرض الأجداد. نعم. أرض الآباء يعني، ونفتخر فيها، وبعد قرانا موجودة، أهلنا بعضهم موجودين، أجدادنا موجودين هناك، اللي بعده طيب اللي رحمه الله. يعني يمكن القاسم المشترك هو اللغة، ساعدكم على الاندماج بسرعة بالمجتمعات العربية بشكل عام. أكيد بلبنان نحن لهجتنا بالبيت، يعني إذا بنحكي اللهجة المحلمية أو المردلية هي لهجة عربية. يعني مثلا على سبيل المثال، مثلا على نعم الخبز، انتو شو لنقول اهل بيروت يا اخي او لبناني شو بيقولوا له؟ الخبز. خبز نحن بنقول له خبايز. خبايز. المي شو بتقولوا له؟ شو بتقولوا له انتو؟ مي. ايه. شو بتقولوا عن صباح الخير؟ انت شو اذا بدك تقول لجارك صباح الخير شو بتقول له؟ صباح الخير. نحن بنقول له صباح الخير. هناك بعض المفردات الصغيرة، يعني هذا أمر طبيعي حتى باللبناني. بالشمال اليوم بتختلف بين لهجة بيروت والشمال وعكر، تختلف ولبقى بعض التفسير والعبر والكلام. طبعا طبعا. طيب كونك رئيس الجمعية المردلية العربية اللبنانية، هل قدرت أنك تجمع هالمردليين بهالجمعية؟ أكثر هذا المجتمع من المجتمع اللي أنا قلت عنه، هذه القرى، ما إذا سميتهم بدي زعل ناس وخلي ناس، كلهم يؤيدون الجمعية بنهجة وبخطة العربي الصادق القومي الواضح الصريح، كلهم بأيدوا الجمعية المردلية. ما بدي أقول 90، يا خي نحن قبلانين 70%. 70%. نعم، لأنه اليوم
بدي أقول لك شغلي على وقت اللي نحن أسسنا الجمعية وبلشنا نضع النقاط على الحروف. أنا كتير يعني موجودين معي بالجمعية مثلا الرئيس الفخري الأستاذ علي الشيخ مع عزيز إبراهيم الأكيب العام اللي كان معي وقت اللي كنا عم نأسس الجمعية وانطلقنا فيها وطلعنا على الإعلام وانخرطنا يعني بقضايا كتيرة. نحن وعم نأرجي تاريخنا وثقافتنا وحضارتنا الجميلة العربية شو هي، كانوا كل المجتمع المردلي كان مرحب بهذا الموضوع، مرحب جدا انه اوكي نحن بنعرف انه لهجتنا عربية ولكن ما كان حدا عم بينورنا. شفنا انه نحن عم نروح يا خيب اتجاه ما خصنا فيه وما بدنا مش تقليلا باي قومية تانية، ما منحب ندوب الا بالقومية العربية. نعم. من يدعم هذه الجمعية؟ هل الدولة التركية يعني كمان بتساعدكم؟ عندكم اتصالات وتواصل دائم مع السفارة التركية في بيروت؟ الله سبحانه وتعالى هو الداعم للجمعية المردلية العربية اللبنانية، وعم أقولها من عندك على الهوى، هذه الجمعية لا بدها دعم من السفارة التركية ولا من تركيا ولا من العراق ولا من شمال العراق ولا من أي دولة عربية تانية. نحن ما عايزين إلا رحمة الله سبحانه وتعالى. هذه الجمعية تدعم نفسها بنفسها، هناك أكيب من العمل الكبير ومن الطلاب ومن الجامعيين المثقفين يدعمون نفسهم بنفسهم ويدعمون الجمعية، ونحن ما عايزين إلا رحمة الله. نعم. أنا ذكرت بمقدمة الحلقة أنه منير حسن هو فنان صاحب رسالة. نعم. يعني أنت حامل هيدي القضية، قضية مجتمعكم وتاريخكم وحضارتكم ومستمر فيها، يعني مش فنان على الهامش هدفه بس يعمل غنية وتنزل على السوق. يعني قديش انت عم بتعيش كمان بهذا، حس حالك انه عندك مسؤولية استمرار هذا الفن المردلي؟ على انا غنيت كل المواضيع، ما غنيت ما خليت موضوع يعتب علي. انا غنيت عن العاطفة، عن الثقافة، عن الاجتماعي، عن الثورة، عن المقاومة، عن العروبة، ما خليت بكل مواضيع، بكل بحورة، بكل بحر الشعر، شو بدك مواضيع انا غنيتها. نعم. وبنفس الوقت مش بس رسالتي لهذا المجتمع انه هو من وين والى اخره، الفن رساله مزبوط ولغه كل العالم، وكل انسان عنده رساله عن طريق الفن، بس بيكون في رساله معينه هو عم بفتش عليها. كل الرساله اليوم ما بتروح على عنوان واحد، على عده عناوين. نحن رسالتنا المجتمع المردلي او الفن المردلي، هذه الرساله الأغنية المردلية هي رسالتها، نحن رسالتنا وتوصيل هذه الأغنية إلى كل الشعوب العربية، إلى كل الدول العربية، إلى كل المجتمعات. ونحن صرنا قاطعين يعني فوج كبير، يعني قاطعين مسافة كبيرة بهذا الموضوع. نعم. قبل ما نتابع حديثنا نحن وياك الفنان منير حسن، بدنا ناخد اتصال مباشرة على الهواء. ألو. ألو. إيه ألو. إيه مساء الخير. مساء الخير. أهلا وسهلا فيك، مين معنا؟ أميرة علي خان. أميرة أهلا وسهلا فيكي. من أنا عم تحكينا من أي منطقة؟ برج أبو حيدر. أهلا وسهلا فيكي. أهلا. شو بتحبي تقولي لضيفنا الفنان منير حسن؟ بحب أقول له لأستاذ منير حسن، هو تاج رأس الغنية المردلية أكيد، ونحن منتبه فيه، عنا هيك فنان. نعم. اللغة المردلية الأصلية. نعم. وبحب أطلب منه مقطع هيك على الهواء مباشرة، غنية مقطع ذكريات. نعم. هيك مقطع لخي عبد بألمانيا، بدنا نبعث لي هلا على الواتساب. ان شاء الله يكون عم بيسمعنا. نسمع ونحن هلا عائلة علي خان، يعني كنا على السما. اوكي. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك أميرة. ان شاء الله. شكرا. اهلا وسهلا فيك. بنرجع اكيد منغني نحن وياك بعد شوي، منتبع حديثنا طبعا. قديش عم بتقول الست اللي كانت معنا على الهواء انه بألمانيا كمان خيبة، تبعت له المقطع بألمانيا. قديش منتشرين بأوروبا وبألمانيا؟ مجتمعنا بألمانيا موجود كتير بكثرة لا يحصى بالآلاف، على موجودين مش بس بألمانيا، بألمانيا، بهولندا، بالسويد، بالدنمارك، شريحة كبيرة بتركيا، بسوريا، بمنطقة القامشلي، حلب، عمودة، الشام، موجودين بكل أنحاء العالم، بكل الدنيا نحن موجودين. قديش عم تتواجد كمان؟ قديش عم بتسافر لتحيي حفلات وتكون موجود بين الشعب المردلي؟ والله على بتعرف حسب نوع، يعني حسب ارتباطاتي بلبنان، اوقات يعني بيجيني سفر ما بقدر سافر، ارتباطات بلبنان، ولكن عندي هلا
قريبا تركيا إن شاء الله بأقرب وقت ممكن تركيا، وبعد تركيا في مشوار على ألمانيا حنحكي عنه هلا. نعم. ليش وشو السبب؟ نعم. بدنا نسمع أغنية طبعا، بده يسمعنا إياها الزميل مصطفى أغنية حديد وذهب. حديد وذهب بدي آخر أغنية، أجدد أغنية، أجدد أغنية من شي 10 أيام تقريبا، كلمات نعم الفنان الكبير الأستاذ علي أحمد، عزف وتوزيع وتسجيل الأستاذ طارق ميرسا. خلينا نسمع سوا من عند الزميل مصطفى أكيد، ونعود من بعدها لنرجع نتابع حديثنا نحن وياك. الحديد مو يصير ذهب، أعمل كرواتني العجب. الحديد مو يصير ذهب، أفعل كرواتني العجب. ليحة وصلتيني يا ظالمي بلا سبب. لوي لوي دي لوي 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 دي لوي لوي لوي. ليحة وصلتيني يا ظالمي مالو سبب. لوي لوي دي لوي طبعا الاغنيه طويله، ايه ما دقايق ونص هيك بده علي احمد. بقول له يا خي ما بيمرقوهم بالاذاعات او نعم بالكليبات طوال. شو قال لك؟ بقول كيف بدك توصل للفكره والموضوع؟ يشرف يغنيها هو لشوف. طبعا من حي نعم نحكي كنا عن اللحن، انه مثل الالحان التركيه، هل هو هذا لحن تركي او لحن مردلي او هو مزيج بين اثنين؟ شوف على مشان المصداقيه، هذا اللحن هو لحن تركي نعم، ولكن نحن اذا استعنا بالالحان التركيه انه وضع خاص. يعني الاتراك بينظرونا نظره جميله جدا، ما بينظرونا نظره السارق يعني للحن، ولكن نحن عنا الحان كتير خاصه. انا بلحن وبكتب، وفي نعم كتير فنانين بيغنوا هذا اللون بلحنوا كمان، واذا لحنا بنلحن بذات الروح وبذات الاحساس. نعم. الاغنيه عم بتقول انه بتحمل موضوع، دايما الاغاني منير بدها تكون هادفه وفي موضوع عم بتعالجه الاغنيه، أكيد مش تركيب كلام و... لا 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 لا، انا من النوع يعني انا بكتب وبلحن بعرف على شو عم فتش، ودايما انا بس حدا يعرض علي اغنيه ولا عم اقولها يعني على الهوى، بتمنى انه كل اللي بيكتبوا هذه الاغنيه انا بسميهم مؤلف للأغنية، ما بحب سمي شاعر. نعم. لأنه إذا بدك تعطي صفة شاعر لفنان بده يكون في عنده دواوين شعر، وإذا بدك تعطي للي عم يكتب 4-5 أغاني أو 10 أغاني أو 20 أغنية صفة شاعر. نعم. طب شو بدك تترك لابن المتنبي ولا جبران خليل جبران ونزار أبين؟ شو بدك تترك لهم لقب أو تسمية؟ أنا دائما بسميه مؤلف للأغنية، مؤلف للأغنية. أنا بقول لهم ما يزعلوا مني إذا انعرض علي أغنية وما أخذتها، بكون الأغنية اللي عم يكتبوها هني جميلة، ولكن أنا بكون عم فتش على موضوع، من قال في موضوع جديد؟ أنا بكون عم فتش عليه نمط معين. يعني هيدي بتح أغنية موضوع جديد، في أغاني كتير هلا حنحكي عنها بالسي دي الجديد مواضيع بتخوف. نعم. قديش الفنان علي أحمد طبعا هو كاتب هالأغنية، هو مؤسس الفن المردلي؟ أكيد علي أحمد هو مؤسس لهذه الأغنية المردلية، وأنا
متخرج من هذه المدرسة ومعي شهادة أفتخر فيها، لأنه شهادة الفنان علي أحمد للفنانين إن كانوا هلا مبتدئين أو كانوا سابقا على شهادة يفتخر فيها وين ما بتروح وين ما بتجي وبتحطك على سكة النجاح، بعكس كتير من فنانين هن بمستوى علي أحمد ولكن إذا وزعوا شهادة بيوزعوا شهادة غير معترف فيها، بيكون فيها نوع من التذوير العاطفي أو الأخلاقي. يعني تصور في بعض الفنانين بنسمع عنهم كتير هن نجوم وعاملين نجوم، يجلسون ببعض المقاهي أو المطاعم يوزعون شهادات حسن سلوك، ذاك الفنان أجمل من ذاك الفنان صوته أو ذاك الفنان حضوره أو أجمل، يقيمون الفنانين يقيمون وهن شهادتهم مش معترف فيها. لأنه الإنسان بده يرجع شوي لماضيه ولتاريخه قبل ما يصنف غيره وينتقد غيره. ولكن منيح اللي عنا مدرسة مثل الفنان علي أحمد شهادتها معترف فيها دوليا بالمجتمع المردل العربي. نعم، خلينا ناخذ اتصال مباشرة على الهواء. ألو. ألو، مرحبا. مرحبتين، أهلين. مرحبا، مين معي؟ فادي ميرو من ألمانيا. أهلا وسهلا بفادي. فادي، كيفك الشمال؟ الحمد لله. شو اخبارك ابو رامي؟ سيد منير حسن، اهلا 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 ابو رامي. ويضلوا اغاني حلوه. نعم، شو الله يعني يوفقوا الاغاني الحلوه اللي دائما بيغنيها. تسلم تسلم يا ابو رامي، منه غريب ابو رامي من العائله، فاجئني والله انا. نعم، اخر شيء كنت اتصور يتصل هو يعني ويحكي. ومتشكر السيد علاء كمان، اهلا وسهلا فيك. راضين عنه راضين عنه لمنير بالمانيا على طول، على طول بالقلب راضين عنه على طول. نعم، اذا ليجي على المانيا حفلات واعرفه هون. تحياتنا لك يا فادي وللعائله الكريمه ولكل اللي عم يسمعونا بالمانيا فردا فردا بكل المدن الالمانيه من كل هذا المجتمع وهذا الطيف. في شيء أغنية معينة أغنية معينة بتحب تسمعها عادة بصوته لمنير يسمعنا إياها بعد شوي؟ يسمعنا شيء غنية حلوة على ذوقه. أنا بترك له نيه، بترك له نيه مفاجأة، أغنية مفاجأة. أوكي، شكرا لك فادي، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك، باي باي. مستمعينا الكرام، أكيد بدنا نرجع نتابع حديثنا مع الفنان منير حسن، ولكن بدنا نتوقف هلأ مع فاصل إعلاني ومن بعده نعود لمتابعة هذه الحلقة من برنامج على الموعد. بعد هالمحطة الإعلانية طويلة شوي منير، ما هيك؟ والله هذا قانون الإذاعة. بنرجع منتابع أصدقائنا المستمعين برنامج على الموعد، وعن جديد منرحب بالفنان منير حسن أكيد، ودائما منشكر الزميل مصطفى زغلول اللي عم يرافقنا على هندسة الصوت. يعطيك العافية مصطفى، شايف ضحكته شو حلوة. دايما بيضحك مصطفى. إن شاء الله على طول. منير منرجع بعد معنا الاتصال، خلينا ناخذ الاتصال لأنه صار معنا اتصالات والله. ألو ألو ألو، يمكن على النطرة. على كل حال نرجع عم ندعيهم يرجعوا يتصلوا فينا نحن خلال المحطة الإعلانية كمان. سهلة فيهم، كتير تلاقينا اتصالات وخاصة من خارج لبنان. نعم، رح يرجع يعودوا الاتصال إن شاء الله. بدنا نحكي هلأ منير عن جديدك، بنعرف أنه عم بتحضر سيدي جديد، شو خبرنا عن هالسيدي؟ السيدي الجديد صار يعني على اللمسات الأخيرة. نعم، تقريبا في بين العشرة واثناشر أغنية. أنا سجلت شيء 13 أغنية، بدي أشوف شو بدي حاط شو بدي، يعني 80 دقيقة حياخد السيدي. في من كلمات الشاعر عزيز إبراهيم معي بالسيدي، في كلماتي وألحاني كمان، في أغنيتين موال كلمات الفنان علي أحمد، في أغنية عنوان السيدي غدار يا زمان كلمات وألحان علي أحمد، وفي أغنية اسمها أعز الناس كمان. نعم، كلمات علي أحمد، وفي موال كمان. ولح يتم توزيع السيدي بألمانيا مرعي ساوند برودكشن وابنه المخرج حميد مرعي، وببيروت نزيه ضياء، وفي بشركة بتركيا كمان. إن شاء الله يعني تقريبا خالص، بس هلا مش حنزله بهيدا الوقت، يعني مش خلال شهر او شهرين. نعم، في بعد شوية تحضيرات مني هو السي دي خالص يعني. نعم، محطوط تقول بالجرور يعني صار. نعم، قبل ما نتابع حديثنا بنرجع بنتلقى اتصال. الو. مرحبا، اهلين، تفضلي، مين معي؟ معك سارة من بيروت. اهلا وسهلا بسارة. سارة، شو بتحب تقولي لضيفنا الفنان منير حسن؟ تفضلي يا سارة. كيفي؟ الحمد لله تمام، الحمد لله منيح. من وين؟ من انقص؟ حكاية حكاية ميردلي، من انقص انت؟
أنا من بيروت من مار الياس. أهلا وسهلا فيكي. خلاص أنتوا فيكم تحكوا سوا نحن. إيه أنت متفرق. صرت عشانها والله. أهلا وسهلا فيكي يا سارة وشكرا على اتصالك. إيه تفضل. معين صوتك هلا ونشكر الإذاعة كمان إنه استضافت هيك فنان كبير وقلنا الشرف نسمعك. أهلا وسهلا فيك يا سارة. شكرا كتير لك يا سارة وأنا كمان إلي الشرف أنه عم تسمعوني وأنتم دائما أنا بقول أنتم تاج النجاح وأنتم بحث الصوت الجميل يا رب وأنت كبيرنا وكبير الفن. شكرا. لا يا عمي لا هلا في فنانين هلا في فنانين بيزعلوا كتير يا أخي يا أختي ما بدنا ما بدنا هيك بيزعلوا هلا في كتير بيزعلوا. بس حاجة كنت أسمع منك مقطع بين أبوي إذا نعم والله كان الكنترول كان محضرة يلا فيك تسمعنا اياها دغري علاء هلا مقطع صغير يلا ها يا ابوي المعمورة فضيت بخات مهجورة بربيت ابوي المعمورة فضيت بخات مهجورة اكل حيطان الحسين وذكرياتها مطمورة أكل حيطان الحزن ذكرياتها مطمورة. عودي لك منير طبعا بدنا نشكر سارة اللي اتصلت فينا أهلا وسهلا فيك. شكرا لكل اللي عم يتصلوا طبعا كتير. منير بدنا نرجع نحكي عن الألحان كنا عم نقول قديش في هلا أغاني لبنانية يعني عم بيسرقوا يمكن أو ملحنين عم بيسرقوا الألحان التركية على أيدي كانت بالبدايات كانت إجت موجة كبيرة وما تسأل ويحطوها بأسماء ملحنين لبنانية معروفة وقالوا قيمتهم وتعال شوف يعني يبيعوا الأغاني بمبالغ باهظة آخر شيء الأتراك كشفوا هذا الموضوع وصار شوية مشاكل. هلا السيسام هي فيك تاخذ لحن تركي ولكن بده يتسجل سيسام وبدك تدفع عليه بس عم يعملوا شغلات هلا الملحنين نحن الملحن اللبناني الشاطر بياخد بياخد نص اللحن التركي نصه دارس موسيقى وبيعرف بيكشفها بياخد بياخد نص اللحن عرفت علي كيف والنص الثاني بلحنه هو ويوضع باسمه هو ملحنه هو تعبان عليه وسهران الليالي الله يعطيه العافيه والله. مين من الملحنين اللبنانيين بتعجبك الحانه بشكل عام الاغنيه اللبنانيه العربيه ما فيها تو تعرف على يعني ما بعرف كتير ملحنين بس مش يعني بسمع الأغنية بقول إنه هيدي كلامها حلو نعم يعني أكتر شيء بيشدني بالأغنية اللبنانية الكلام تاعها أنا أي أغنية اللي كانت الموضوع الكلام بيشدني كتير. أي أغنية مؤخرا سمعتها وعجبتك ويمكن بترندحها ببعض الأوقات وهيك بتغنيها كمان كاظم الساهر بيشدني كتير يعني مجرد ما يطلع له شي كليب شي أغنية بشي مطرح براديو بسيارة بشي بيشدني دغري موضوع القصائد اللي هو نعم. بيغنيها ونحن إن شاء الله عم نشتغل على موضوع كبير على ذات المستوى يعني هيدا المستوى للأغنية المردلية عم نشتغل على هيدا الموضوع القصائدي يعني أنا من نوع علاء اللي ما بحب أحصر حالي بحفلة زفاف نعم. أو بحفلة مهرجان أو بأغنية عاطفية أو بتسجيل أغنية باستديو بس صدقني في مشروع كتير حلو وفي عدة نقاط عدة مشاريع عدة شغلات بدها شوية وقت وبدها شوية دراسة واندرست ونحط النقط على حروف وعم بشتغل عليها ما بدي حط الأغنية المردلية بس بمطرح 7-8 دقايق أو بلحن بيجي شقفة واحدة أو شقفتين في موضوع كبير واشتغلت عليه وعم اشتغل عليه ومواضيع حلوة وملفتة نعم وليش ما بتسمعنا هلأ بصوتك شي لقيصر الغناء صدقني ما مش يعني فاجأتني بهيدا الموضوع فاجأتني فيه لكازم شو رأيك ما إذا مش لقازم على فكرة على فكرة كاظم الساهر غنى الأغنية المردلية ها نعم إيه غنى يعني بيعرفها مليح وغنيها والأغنية اللي غنيها بتقول يا ردلي كم يا ردلي سمرة قتلتيني خافي من رب السماء وحدي لا تخليني أبوك يا أسمر حلو ما جعل ديني انت على دينك وانا على ديني يعني نعم. غنى الأغنية المردلية هو وغيره كتير مين أدى الأغنية المردلية بطريقة حلوة ووصلها بطريقة ناجحة كاظم الساهر سعدون جابر وائل كفوري محافظ الألقاب
نعم غنوها بطريقة حلوة بأسلوب حلو بموسيقى حلوة. في كتير في بعض الفنانين اللبنانية وغير اللبنانية مين مثلا غنوها بس هل هني مش ما كان قصدهم انه يسيئوا للأغنية، ولكن نعم. عم بيأرجوا انه في شيء جديد، وما بدي ارجع سمي لانه هناك مصالحة قريبا وهناك قريبة مفاجأة معهم كبيرة نعم. للي يعني نعم. نتركها بوقتها كلها. نعم رح ناخد اتصال على الهواء. ألو 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 مرحبا مرحبا أهلين ألو مرحبا مرحبا مين معي؟ أنا ما بدي أقول اسمه، أنا ما بدي أقول اسمه، بس أبو سامر أنا بيعرفني، أنا من ألمانيا عم يحكي. نعم شخصيا أنا إلي ساعة عم دق لحتى اسمع صوته. عرفته ولا بعد؟ صوته مش غريب علي مبين، بس يمكن عرفته. أهلا يمكن عرفته. تحياتي لك ولكل أهلك ولكل ألمانيا ولكل المدن الألمانية. أطلع بيومانيا كثير. حبيب قلبي حبيب قلبي. رابي. إيه عرفتك، ما بدي، أنت عم تقول ما بدي أقول اسمك. نعم. هيك قلت اسمك. هلا اللي بيعرفك. حبيبي. أهلا أهلا. حبيبي. وجدنا وكبيرنا معلمة. أيوه. أنا بدي بندوم موسيقى، بدي مقطع مني لابن عمي محمود. نعم. هون بألمانيا على ذوقك. من دون موسيقى. طيب انا من دون موسيقى حغني ان شاء الله بنهايه الحلقه، هلا بتكون للكل، للكل لانه يعني عدت احنا هون كنا عم نسمع عليك، اتصلوا ناس كثير. نعم. وطلبوا شغلات كثير، بس حنختمها باغنيه واحده حتكون مني لكل اللي عم يسمعونا. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. شكرا حبيبي، سلم على الموجودين كله، وتحياتي لكل اللي عم يسمعونا، وتحياتي لكل اللي عم يسمعونا. ايوه تحياتنا لك يا معلم. شكرا شكرا لك، وتحياتنا اكيد لكل اللي عم يسمعونا بالمانيا، وكتار كتير هن اليوم. برايك الاغنيه المردليه اذا غناها فنان لبناني او عربي، مش ممكن توصل بشكل اسرع من انه الفنان المردلي هو يغنيها؟ يعني بتوصل لشريحه كبيره من الناس ومن الجمهور؟ على نحن هيدا الموضوع فتره من الفترات نحن قصرنا فيه كتير، ولكن هلا من سنوات لهلا مش عم نقصر فيه. واكبر دليل نحن اليوم موجودين بمنبر اذاعه صوت بيروت. نعم. وطلعنا بكتير تلفزيونات وبرامج، وفرجينا الاغنيه، والاغنيه عم بلش توصل عن طريقتنا، وصاروا اللبنانيه والفنانين اللبنانيين يحبوها عن طريقتنا. ممكن تعمل ديو طيب مع فنان عربي؟ والله كان في مشروع بفنانة لبنانية. نعم. يكون في أنا غني الأغنية المردلية وهي تغني اللون البدوي تقريبا، لأنه إني كتير متقاربين لبعض. نعم. وهيدا الموضوع على طريق، وفي دراسة وفي تحضير. ممكن يعني مشروع يعني الشغلي أنا ارتباطي وارتباطها هو اللي بدها تعمل الديو كمان. نعم. عم يأخر هيدا الموضوع بس مش أكتر. اتصال جديد. ألو ألو مرحبا. مرحبتين أهلين تفضل. معك عبد علي خام من ألمانيا. أهلا وسهلا بعبد. الله يسلمك. أهلا أهلا عبد، كيفك يا عبد؟ وكيف ألمانيا وتأس ألمانيا؟ أكيد ساعة ما تقول لي. برد والله، برد عنا كتير والله، دقنيها خي ومرضنا، مرضتونا أنتو، بلدكم حبيبي. بمرض بصراحة. تعوا شوفوا لبنان، تعوا شوفوا الشمس، تعوا شوفوا البحر هلأ. والله وهو الربيع اللي بلبنان بيورد الخدود، تعا شوف. كف الاهل تحت كمان. اكيد اكيد مثل حكايتك حبيب قلبي يا عبد. وانا بتشكر كل شخص عم يتصل من لبنان وخارج لبنان، بالاخص المانيا وغير المانيا. الغنيه المردليه حبيبي يا خي يا عبد، هلا في ناس بيزعلوا كتير الله يرضى عليك. هن انا اقل يا خي، انا بدي اقولها هلا على الهواء، انا اقل واحد من اللي بيغنوا الأغنية المردلية. هن يا عمي أكبر شيء، وهن تاج الأغنية المردلية. أنا أقل شيء يا أخي، أنا هناك رسالة عم بوصلها، وحابب هذا اللون يدخل إلى جميعا إلى الدنيا كلها. يعني المنافسة حلوة بين بعض. صدقني إذا كانت شريفة. نعم. على المنافسة الشريفة، ولكن في فنانين كتير ما بيعرفوا شو معنات المنافسة الشريفة. نعم. صدقني، لأنه نعرف كيف اليوم نعرف الإنسان كيف بيفكر. يا ريت الكل بيكونوا مثله مثلك يا على. صحيح. بدنا نشكر الأكيد المتصل، أهلا وسهلا فيك. شكرا. نعم. شكرا لك. بدي أطلب منه إذا بتريد غنية ذكريات بهدية لأخواتي كلهم ببيروت. إن شاء الله. أوكي. إن شاء الله عبد. إن شاء الله والله إن شاء الله بلكي بنخطب بهاي إن شاء الله. أميرة ولريمة خاصة. أهلا أهلا وسهلا فيك. إن شاء الله. شكرا لك حبيبي. الله معك. باي باي.
نعم، عرفنا انه في فيلم سينمائي كمان عم بيتحضر، وعم بتقول انه انتاج ضخم راح يكون، وراح يكون طبعا راح يوصل المعلومه الدقيقه عن هذا المجتمع المردني. انت منين عم تجيب الاخبار كلها؟ في شغلات سالتني اياها وبعد شايف على الورق عندك شغلات في لسته طويله. شو القصه؟ في شيء ان شاء الله الوقت يقدينا. الظاهر هي علي الشيخ اللي جاي معي هو اللي عطيك المعلومات، او لك هو العصفوره اللي عم بت بتعرف هذا الموضوع ما كنت بدي احكي فيه على بس، ولكن طالما الموضوع تهرب بدي احكي فيه. نحن تأسس وقت اللي أسسنا الجمعية كان هدفنا كله نضوي على هذا المجتمع، من هو، شو تاريخه، شو حضارته، وشو لهجته، هن مين. نحن عن طريق الجمعية عملنا كتير، ما تركنا وسيلة إعلامية تعتب علينا، مرئي مسموع مكتوب. شفنا أنه بعد في بعض المطارح مش حتنتهي بس بطلوقنا على التلفزيون أو على منبر إذاعي أو مجلة أو جريدة، هناك تحضير إلى فيلم سينمائي عن هذا المجتمع وتاريخه. نعم. كيف هجر بالحرب العالمية الأولى والثانية بحثا عن لقمة العيش وهربا من الحروب من مدينة ماردين، اللي استقر بسوريا، اللي اجى على لبنان، اللي راح على ألمانيا، اللي راح على ما بعرف أي بلد أوروبي، على العراق، على المغرب. هذه القصة مكتوبة، هذه القصة وجاهزة وتحضيرات كبيرة وتم اجتماعات كتير نحن ومنتجين ومخرجين، ولكن نحن بس ناطرين بعض النقاط الحساسة ببعض المطارح، لأنه الفيلم حتكون نهايته بأوروبا بألمانيا، لأنه هذا المجتمع كمان بالحرب اللبنانية هجر، راح على ألمانيا. كيف هجر من لبنان وكيف وصل لألمانيا وكيف تعامل بألمانيا، يعني قصة مدروسة بامتياز يعني، وما حيكون في أي إهانة لحدا بالموضوع، أو ما حنجرح حدا بالموضوع، أو أي ضيعة، أو أي عائلة، أو أي عشيرة، أو أي قبيلة، عرفت علي كيف؟ بالعكس حنعطيهم مستوى راقي جدا يليق بمستواهم وتاريخهم المشرف. نعم. وبس ناطرين شوي لأنه نحن هذا الموضوع عم نشتغله عم ندرسه عن طريق الجمعية، والجمعية مرخصة، ونحن بدنا نتواصل مع وزارة الثقافة بعض الوزارات كمان من شان بعض القضايا القانونية، وناطرين بس إن شاء الله الله يحط الخير ويحطه بقى رئيس جمهورية ويهدى الوضع، ويهدى الوضع لنبلش نشتغل على الموضوع الصح. التأخير مش من عند منير حسن، من الوضع العام لازم هلا يكون كنا مخلصين تقريبا ربع التصوير. نعم. عرفنا كمان انه عم بتحضر اغنيه جديده، انت سبق وغنيت للرئيس التركي اردوغان، ويمكن عم بتحضر اغنيه كمان ثانيه. شو شو خيي انت شو انت شو عم تفتح علي ابواب حدا دزك عليه خيي اللي عم تفتح لي مواضيع اخبار حصريه، بدنا اخبار حصريه اليوم. شوف صدقني اذا بقول لك شغله ما بتصدق، هلا وقت الغنيت اغنيه اردوغان فكروا انه منير حسن قعد مع اردوغان وقبض الحسبة اللي هي. نعم. وبتربطوا علاقه كبيره بعنقره او بالسفاره التركيه. صدقني ما بعرف موظف السفاره التركيه وما بدي اعرف هذا الموضوع، ما بحب اتدخل فيه كليا، ولكن هيدي الاغنيه انا وقت اللي غنيتها بتعرف جمهور كبير، وقلوا اردوغان محبين كتير وطلبوا مني اعمل له اغنيه، وغنيتها من محبه بجمهوري، مع احترامي للرئيس أردوغان ومحبة الرئيس أردوغان للناس، عرفت علي كيف؟ بس أنا غنيتها بناء على طلب جمهور منير حسن ومحبتهم. والأغنية الثانية اللي عم تتحضر هي كمان. شو محضر؟ هي خالصة خالصة يعني، أنت جايب لي بس أنا موقفة على شو السبب؟ مسجلة ملحنة وخالصة وحاطت صوت وكل شيء محطوطة بالجرور يا خي، ما بعرف كل ما قوم يعني بدي غني للرئيس أردوغان بتنهال علينا الشتائم والإهانات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بعرف ليش يا غي. ناس بتحب، بس اليوم اللي الذين يهينون أو يشتمون هم قلائل جدا يعني، لا تتعدى 3-4%، ما بيتعدوا بالدنيا كلها، واللي حابين بالملايين. نعم. بقول لهم الأغنية جاهزة من هيدا المنبر، الأغنية جاهزة، تركوني بس أنا نقي التوقيت اللي أنا بشوفه مناسب، بلكي في وقت معين براس منير حسن بده ينزلها، تكرم عينه حنزلها بس لوقتها إن شاء الله. بدنا نسمع منك شيء. نعم، وعدنا المستمعين تغني لهم بصوتك من دون موسيقى، شو حتغني؟ ذكريات انطلبت أكثر من مرة. ذكريات أغنية صدقني على بالحفلات تعولي بيفتح فيها الحفلة وبتختم فيها، وبختم فيها صار عمره 15 سنة كلماتي وألحاني، أنا ما بعرف ما بعرف شو عبوا فيها يا أخي، ولا إجت مرفقة فيها أخ منك حبيبة كمان هديك حلوة، بس ما بعرف فيها من المقام الكورد يعني، وفيها شيء غريب عن اللون اللي احنا منغنيه،
وبيحبوها يا خي. انا مش انه ما بحبها، انا كاتبها وملحنها بس بحبوها خلص. ذكريات، اسمها ذكريات، ما في انسان ما له ذكرى حلوه او ذكرى بشعه مؤلمه او ذكريات. اسم ذكريات بكفي، اسم جميل جدا. شو بدك تسمعنا؟ ايام حلوه راحت بقت ذكريات، معنا انا عايش لو جسدي مات. ايام حلوه راحت بقت ذكريات، معنا انا عايش لو جسدي مات. ذكريات مو تنسي، شموعي تذوبو تنطفي، عذابي مو يمحي. ذكريات 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 مو تنسي، شموعي تذوبو تنطفي، عذابي مو يمحي. ذكريات ذكريات. يسلم هالصوت. يسلم يعني بالفعل أغنية حلوة وقريبة من القلب، مبين عليك حبيتها. بدنا نطلبها من هالأورايح دايما. خلاص من علاقة. هلا مصطفى إذا يمرقها دايما بالبلاي ليست تبعه، والله شو رأيك؟ إذا موجودة بالأرشيف عنده بنجيب مرق لك إياها. أكيد أكيد طبعا مرق له إياها. يعني منير، من سنة 86 لهلأ مشوار طويل بالفن. نعم. وفي صعوبات كتير وعراقيل، ومنعرف نحن كمان الانتاج مكلف جدا هالأيام. اي والله. شو عم تعمل بهيدا الموضوع هالسديات؟ اللي عنده رسالة على لمجتمع بيستاهل الضحي كرماله، الماديات والمال ما في منا شيء. نعم. وأنا من البدايات من صغري بيراودني الحلم انه هذه الثقافة وهذا اللون وهذه الرسالة توصل لكل الدنيا، لانه نحن مجتمعنا بيستاهل، له تاريخ مشرف. ويعني شو بدي اقول لك، قد ما بدي اوصف لك هذا التاريخ المشرف عن عاداته وتقاليده وكرمه وشجاعته بعشائره وعيله وقبائله، صدقني ما بيخلص. بيستاهل إذا ضحيت أنا كرماله، بيستاهل إذا أنا حطيت أكتر ما بطلع على هذا الفن وهذه الرسالة. ماشي الحال لحديت هلأ، ماشي الحال، مش عايزين إلا رحمة الله. وأنا طول ما ربنا سبحانه وتعالى عطيني القوة والصحة بدي دل ضحي لهذه الرسالة لتوصل رسالة إذا إلى شط الأمان، إلى شط الأمان، والجيل اللي طالع من هذا المجتمع تستلم الرسالة برياحة بال. لأنه نحن بصراحة بدي لوم اللي كانوا قبلنا كتير سلمونا رسالة صعبة جدا. نعم. كلها مسؤولية، كلها مسؤولية. إن شاء الله يطلع بإيدي أنا وصل الرسالة وريحهم، لأنه أكتر شيء اعتمادنا على الفيلم اللي بده يصير، لأنه الفيلم هو اللي بيوصل هذا التاريخ وهذا المجتمع إلى شط الأمان، ويدخل المجتمع المردلي إلى التاريخ من أوسع أبوابه. نعم. رح ناخذ الاتصال الأخير معنا بهذه الحلقة. ألو. إيه مساء الخير. مساء النور، تفضلي. معك ماجدة يونس من بيروت، أنا لبنانية وبسمع منير حسن عفوا، ولبك كثير أنا هلا لأنه حاطط صوته وأسمع شيء منه. تسلمي تسلمي. أهلا وسهلا. وبتحبه كثير وما شاء الله عليه، الله يحميه ويخليه له الصوت وهالعافية. الله يحفظك يا أختي، الله يحفظك. الله يخليك، تسلم. فيني اسمع مقطع من اغنية بيت ابوي؟ مرقناها على الهواء هيدي. نعم. الاغنية بلكي بعد البرنامج منشوف، هلا منشوف بعد البرنامج بلكي بنقدر نمرق شوي منها بعد. تكرم عينيك. نعم. شكرا على اتصالك. شكرا كثير. شكرا ماجدة على اتصالك، بس تكوني ملبكة ما بقى تتصلي. شكرا لك، اهلا وسهلا فيكي. منير، بختام حلقتنا في شي كليب جديد؟ والله على انا عندي تصوير كليب بالمانيا، وبصراحة من إنتاج وتقدمة المخرج حميد مرعي. نعم. ولكن أنا التقصير مني، قال لي يا خي خلصني طلع صور، ولازم أنا أطلع صور لأنه حصور غدار يا زمن من السي دي الجديد، ولازم الكليب ينزل مع السي دي. نعم. بعد في وقت يعني ممكن أنه ما بتعرف يعني أسبوع زمان نوصل نصور ونرجع. وأنا بدي أشكره الحميد مرعي، هالمخرج المبدع العقل نظيف وعنده أفكار كتير كتير جميلة وحلوة،
وله مستقبل، وبتشكره كتير على كل شيء عم يعمله هو وابو سمير مرعي. نعم. لانه حيكون الانتاج السي دي غدار يا زمان من انتاجهم. نعم يعني منير الأجندة اسم الله مليانه مليانه بين كليبات وافلام واغنيات وسديات مش وحفلات. افلام فيلم 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 نحن حنعمل واحد لا نعم. فيلم واحد ان شاء الله. شو بتحب تقول كلمه اخيره للمستمعين اللبنانيين والمردليين؟ نحن لبنانيين نعم. من يعني المجتمع المردلي نعم. نحن لبنانيين بامتياز، نحن ما بنقبل حدا يزيد علينا بالوطنيه ابدا خاصه بلبنان نعم. اذا بتريد استاذ علاء شو كلمتك الاخيره اللي سمعونا وخاصه بالمانيا واتصلوا كثير؟ اول شيء بدي اتشكر كل اللي اتصلوا فردا فردا، وبدي وصل تحية كبيرة لكل اللي عم يسمعونا من المجتمع المردلي العربي بألمانيا وغير المجتمع المردلي، لهم مني ألف تحية وسلام، وبقول لهم اشتقت لكم كتير و... نعم. وبرجع كمان بتشكر منبر وإدارة إذاعة صوت بيروت صغارا وكبارا، بتشكرك على وبتمني لك التقدم والازدهار أكثر أكثر مجال عليهم. بشكر الأستاذ مصطفى كمان بالكنترول حبيب نعم. قلبي شكرا تحاك بليز مصطفى حبيبي وخليني اتشكر كل إدارة فضل. الجمعية اللي دايما هي كمان مساندتني إدارة الجمعية وقت اللي أنا بكون مشغول، يعني أستاذ علي الشيخ الشاعر عزيز إبراهيم شو بدي أقول لك، أكيب كبير من العمل، أكيب كبير من العمل، يعطيهم ألف عافية كلهم ويعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا فيك حبيبات قلبي. شكرا وسهلا فيك. شكرا. نحن كتير سعدنا بهذا اللقاء منير حسن، وبدنا نتمنى لك كل التوفيق بكل مشاريعك الفنية وإلى التقدم والازدهار إن شاء الله. حبيبي أهلا وسهلا فيك كتير. يعطيكم العافية. مستمعينا الكرام مثل ما تابعتونا كان لقاء مميز جدا مع الفنان منير حسن، تعرفنا مع منير حسن على المجتمع المردلي وأكيد على الفن المردلي، وتحدثنا معه مطولا عن الفن وهذا المجتمع طبعا المتعدد. وأنا بدي أشكر شكر خاص لكل الأصدقاء المستمعين اللي رافقونا على السمع من الساعة 4 ولغاية الآن بلبنان وفي كل الدول العربية وفي كل أنحاء العالم، وخاصة مستمعينا بألمانيا اللي اتصلوا اليوم بكثافة ليتواصلوا مع الفنان منير حسن. بدنا نشكر أكيد الزميل مصطفى زغلول اللي رافقنا على الهندسة الصوتية. ما تنسوا بكرة إعادة الحلقة يوم الأحد بكرة صباحا الساعة 11 صباحا مباشرة عبر هوا صوت بيروت ولبنان الواحد، ودائما عبر أثير الموجي 96.5 FM. ولكم أطيب التحيات من علاء الصديق عبر الميكروفون، كونوا دايما على الموعد وإلى اللقاء. اشتقت لبيت أبوي ولذكرى يا حارتنا.